تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تقام في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار مستقبلك على بعد كتاب. هذا ويشكل المهرجان الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب منصة كبيرة لتلاقح ثقافات العالم وإثراء معارف الأطفال، حيث نجح في الجمع بين المتعة والترفيه والمعرفة. وللتعرف على أجواء اليوم الأخير لمهرجان الشارقة القرائي للطفل تنضم إلينا في نقل مباشر زميلة فايزة ضنحاني من مركز إكسبو الشارقة، إليك الكلمة. نعم زميلتي مريم، اليوم يختتم مهرجان الشارقة القرائي للطفل فعاليات نسخته العاشرة التي أقيمت تحت شعار مستقبلك على بعد كتاب، والتي جاءت ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعم أجيال المستقبل بكل ما يلزم من مهارات ومعارف. وللحديث أكثر عن هذا المهرجان والفعاليات التي قدمها هذه المهرجان لأجيال المستقبل معنا سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب. أستاذ أحمد شو أخبارك؟ نود أن نعرف أو نتعرف على أهم ما قدمه المهرجان في هذه النسخة لأجيال المستقبل. يعتبر مهرجان الشارقة القرائي هي البصمة الحقيقية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للارتقاء بصناعة وأدب الطفل ومستقبل الطفل من خلال ما قدمه هذا البرنامج من فعاليات مثمرة تصب في الارتقاء في ذائقة الطفل وفي صناعة أدب الطفل وكتاب الطفل من خلال البرامج التي قدمت من خلال النتائج التي نشاهدها. الآن احنا في آخر ربع ساعة لهذا المهرجان ونشاهد جميع الورش قد امتلأت، إن دل ذلك دل على أهمية ونجاح هذه المبادرة التي وضعها صاحب السمو وقرينته للارتقاء بصناعة أدب الطفل. دائبة الشارقة دوما على الاستثمار في المستقبل أوله هو الطفل، فالطفل هو الركيزة الأساسية لمستقبل أي أمة وأي شعب. وفي يومنا الأخير نود أن نتعرف على عدد زوار هذا المهرجان. زار هذه السنة أكثر عن 230 ألف شخص مهرجان الشارقة القرائي حتى الساعة الرابعة عصر اليوم. هناك أكثر عن 694 مدرسة زارت المهرجان، وصل عدد طلبة المدارس إلى أكثر عن 52 ألف طالب زاروا هذا المهرجان. إن دل ذلك دل على قوة هذا المهرجان. تم عقد أكثر عن 60 صفقة بيع رسوم كتب أطفال من خلال رسامين المشاركين في معرض رسوم كتب الأطفال إلى دور نشر. حقق هذا المعرض نتائج مبهرة من خلال ما يقدمه من صناعة أدب والارتقاء بصناعة أدب الطفل على مستوى العالم العربي. أستاذ أحمد، أهم الفعاليات التي تميزت بها هذه النسخة؟ تعتبر هذه الفعاليات اليوم نحن نجد من خلال الفعاليات التي قدمت هي فعاليات ليست بالعادية وإنما هي فعاليات استثنائية. خرجنا من خلالها بمعطيات أساسية وركيزة أساسية في صناعة أدب الطفل من خلال الكتابة الإبداعية، من خلال فارس الشعر، من خلال المختبرات التصميم، وأيضا الخوارزميات والهندسة واللغات المختلفة والارتقاء بأدب الطفل. إذن مشاهدينا دقائق قليلة ويسدى الستار على أهم ما تقدمه إمارة الشارقة للطفل، مهرجان الشارقة القرائي للطفل 11 يوما من المتعة والإثارة والفائدة. إليك مريم ونعود الآن إلى استوديو أخبارك. إذن كانت معنا زميلة فايزة ضنحاني من مركز إكسبو الشارقة حيث تختتم اليوم فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، شكرا لك.